ايش هذا؟ انا مش مصدق اللي شفته عيوني. حريم خرجوا يعتصموا وقولهم حريم معاهم عصا وهات لك وخبط فوقهم. مساكين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وسعت كل شيء إلا الظالم. شوف يا مؤمن، أنا اليوم بقتلب لكم الشعراوي، تحملونا قليل. بس والله حاجة غريبة غريبة عجيبة، كيف إنه نار الحقد ترجع تأكل نفسه؟ ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد ما خلصت من إهانة كل فئات المجتمع رجعت تعصر نفسها عصا. لا خلوا بيت إلا واقتحموه وانتهكوا حرماته، واليوم يبادلوا أنفسهم بأنفسهم. الكل عارف إيش عملوا بحريم خلق الله، هات لك وقتل واقتحامات وسجن، ما سلموش حتى من القنص، وآلاف القصص شاهدة. بس تعالوا 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 نتأمل كيف عملوا بحريمهم هم. من فين نبدأ؟ من الياي اللي حولوهم خبازات ومكعكعات لمتبردغي الشاصات. قد كنت تخلي عقوال دي زوجك سارح وراقع يجي بروتي وانتي بالمناكير والمناقيش وعلى فهنا ودهنا. أخبزي يا عمة الغدوس. كان عند المجتمع اليمني من العار ان الرجال يقرب لذهب زوجته او يفكر فيه الا للشديد القوي. يدخل له يا ابو العيال شلو ويقول له لا، يا ابو العيال شلو لا 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 لا، إلا في حالة لما قضى الواحد خلاص تعيشون الذهب. لما نقل حوثي نتف الأساور والوزغ والسلوس والحزامات من كل رقبة ويد، وأنهم سيدافعون عن أرضهم وعرضهم وسيقدمون التضحيات من أجل هذا الوطن. صادف مرورها جمعهن فبادرت من تلقائها لبذل خاتمها. يعني فوق الشقة خسارة؟ طيب ما عليش يا حقة، ما عليش، أهم شيء سلامة الرؤوس. إنما فين دي الرؤوس؟ لا بقت رؤوس ولا أرجل. بعد الذهاب هاتوا عيالكم فوق الشاصات مقاهطين. كم من طفل ها؟ وبعدين استلمي يا أمة الرقيب صورة. ورجال صدقوا، ومن رجال صدقوا قول الله أطفال صدقوا. وفوق هذا ممنوع تبكي زي خلق الله على ابنها، إلا لازم تطلع تتبدأ في المسيرة. اللي ترامي ترامي واللي تزغرط ناقش يطلعوهن يبترعوه. وفي الأخير بالمزيط والمزيط. أهلا يا ولي الله، حي الله من جاء أهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفنا به بالشهادة. وما توقفش الموضوع هنا، إلا كل شوية وهات يا جمع للحريم في الساحات القبائل وفي المدارس، أولها صرخة وحماس وبعدين بنادق وصلت للحملة البوازيك. ولا فين بعدين بتودوا الحريم يا حوثاء؟ خليتوا بقية المجتمع يتقزز منكم؟ تقطعت أواصر الجيران وأهل القرية الواحدة، أكبرتوا الناس يقاطعوكم ويبطلوا يتداخلوا معاكم. من ذا المجنون اللي بيسمح لزوجته عاد يزور بيوتكم؟ رجعت بيوتكم كلها صرخات وشعارات طائفية. استحوا على الأقل قد الرجال يتقاتلوا ويختلفوا بينهم البين. خلي البيوت مصانات. ناقص والله تكون المسيرة تحضر ولاد فلانة وشكمة علانة عشان تستغل المناسبة وتستغلها للنشرات والصموت والحشد والشحت ولفلفة فلوس الخلق حتى في الطفاريط. ولي لي 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 يو جنة بالعافية والموت لأمريكا وهيهات منا الذلة يا بنات. هذه عمائل مسيرة الشخوة،
وهذا اللي عمله بنساء اليمن اللي ضدهم واللي معاهم. مسيرة شيطان قضت على نخوة الرجال وأنوثة وحياء النساء. كانت بت السلام واليوم قديع أبو الكرار. من متى نشوف حريم يخرجوا يضاربوا في الشوارع ولأسباب سياسية إلا في زمن الشخوة؟ في حروب صعبة كان بعض نسائهم تخرج تطالب بإطلاق سراح المساجين منهم، ومساجين اليوم يناصروهم، واليوم هن يعتدن على بناتهم وحريمهم. قلة حياة وشرف، يقتحموا البيوت بالمتبردقات المسلحات ويسرقوا مع بعض المجوهرات والمدخرات حق الناس. الطواعش أصلاً، ويا ويل اللي تتكلم إنهم نهبوا بيتهم يوم ما دخلوا يفتشوا على زوجه ولا على أخوها. والشريف حقهم يقول عيب عيب يمد يده، لكن بيجي متبردقة تحط السلاح فوق الأم ولا فوق الجهال فهذا شيء عادي. مازال هو يفتش الدولاب ويقش اللي يلاقيه. والله غاي مش بس كذا، حتى يخلوا حريمهم يعتدوا على الرجال. غزوة ذات المقالي كانت أول الفضائح العلنية من هذا النوع، يوم حوشن لعلي البخيتي وكسروا أضلاعه بالشارع وحنشان الضمى يحموهم. وبعدها قصص ما حصل مثلها، حتى بين عيال الشوارع نساء تخرج للبلطقة والموز لأمريكا، وصارت قلة الحياة جهاد. كذا تقول ما لازمكم؟ هذه الثقافة القرآنية الناطقة. لا حد يقول لي إنه الجهل. شفنا وشاف العالم المتعلمات حقهم زيد الشقيقة الحوثية. ماشي نقلاش هنا اي حاجة تشد مروها. والذي الرفيقة التقدمية الحوثية وبداءاتها في المحافل السياسية الدولية. حتى الحوثيات اللي برستيقهم عالي حبتين وبيبينون للناس انهم محايدات، ظهرت لهم مواقف اقل ما يقال عنها انها واطية. اللهم لا شماتة، كيف سوا بهم الحوثي؟ اللي كانت شاعرة رجعت قاتلة، واللي كانت ناشطة ثقافية رجعت تمرخ ركب ام سيد، واللي كانت ناشطة حقوقية رجعت ممسحة للدم. إيه إيه، زمن ما تدومش لحد. وإذا غضب الله على قوم تحوثوا، وإذا غضب على قومات تبردغين. هيا أش ولا مخص. وصلنا اليوم بنوجهه للناس الموجودة في ختم ميسي بايع شوت، أول ختم يقام في مدينة المكلا. عشان كذا جات الناس بعيد عن الطفي والكهرباء والحلو وكل الانقطاعات في البلاد عشان تفرح. يلا تعالوا معنا. ومعنا الأستاذ سالم بن الشيخ أبو بكر مدير عام مديرية المكلا. معنا الأخ أحمد بطرفي صاحب مدير عام مديرية المكلا. هو نحن سألتنا عن الحوثيين بس معبن حنبر. لا احنا مصدقين. ومعنا الأخ محمد اليزيد مراسل قناة بلقيس. البلقيسيون متواجدون في الختم. ومثلا رجال بينه وبين الناس مشاكل، خرج حرمته تتهاد معهم، ليش بيقولون عنه الناس؟ مهريض. لا ما يصير هذا، يقولوا ما يقولوا الناس ترى محركة وساكن. ايش هي لفعة؟ بالضبط لفعة. كليلة كليلة رايحة كليلة. بيقولوا له هبل مجنون متخلف عقلية. هو عنا هذه إنسان فاين. والله الصراحة هذا موضوع شخصي وما بقدر نتدخل فيه. طبعا بيتكلمون عليه يقول مش ريض. في شيء. في شيء مو طبيعي أكيد. قال حنيف عقلية. وطبعا بيقولون عنه كلمة عوفة. كلمة عوفة طبعا. والله في المجتمع الحضرمي ممكن الحريم ما تشارك في هدايات الرجال. بس ممكن من نوع خوف المرأة لزوجها أن تشارك حتى لو ب... لا نقصد أنه خلاها تخرج وهو تخبى. لا لك لا مدانة دي بندو قولي. كل إنسان جبان هذا بس حلا بس رمضان عربك أنك سيم يا عوض الله. جيبها قوية. لا لا حلو والله تعال جبك عربك سيم والله بتيختبه.
أول حاجة طبعاً الحرمة ما لها تخري مهما كان يعني. إيش بينظر للمجتمع؟ والله حرمته الرجال هو الحرمة. أنا شكيت هنا تعرفينها. خل من أنا حقك. والله ما قلت شيء. إيه طبعاً بيقولون هذا ساذج وماشي عنده مسؤولية وإنسان ماشي عنده ملكية لبيته. وسينظروا بنظرة سلبية جدا جدا يعني. ايش تعرف عن معركة ذات المقالي؟ والله السؤال صعب جدا يعني. اوه سؤال محرج ده. في كتاب تاريخ ده موجود. انا اعرف. كتاب يدرسوكم حق معركة ذات المقالي. في الاندلس؟ دي في صنعاء دي شكلها وقعتها. دي حد وقع فيها المقالي ليش؟ من البخيت حصل حقه؟ حصل بركة الله. صراحة مضيعين في التاريخ. هي في آخر صفحة حق التاريخ. حق سابع. ما أبدأ يعني ذات السواري ذات الذي معك ما ذات مقالي أول مرة. والله أول مرة نسمع بهذا صدق. لا علاقة بالسمبوسة ولا شيء كلام ده. استخدم بصنعة بشكل عام في الأكلات ووجبات سلطة وفحصة ومش عارف إيش. بتصنع من نوع من أنواع الحجر معينة يعني. الله أعلم. يمكن شفته في آخر ورقة في حق التاريخ ولا شيء. قد مر عليه السؤال بس ما أعرف عنه. وإيش تاني تعرف عنه؟ يعني وحصلت أيضا أنهم ما رجعوش المقالي. صراحة ما نعرف شي عنه. فعمنا علي بخيتي حصل بركة الله فيها في كورة يعني وقلت الآن مش عارف ما رجعوها له ولا لسه. إلى هنا انتهينا من سؤالنا وللأسف ما حد عرف إيش معناه معركة ذات المقالي. ونبى أقول لكم إش فلا نخس حق الصبح باقي حق الصبح.